بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، أي اقرأوه بصورة مستمرة، داوموا على تلاوة القرآن الكريم، داوموا على تلاوة القرآن الكريم، واظبوا على تلاوته. لماذا؟ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، لأن هذا القرآن يأتي يوم القيامة وهو يشفع لأصحابه الذين كانوا يقرؤونه ليل نهار. فالذين يشتغلون مع القرآن ليل نهار بتلاوته وبالتدبر في آياته وبالعمل بأوامره وبالاجتناب عن نواهيه، فهؤلاء الذين سيشفع لهم هذا القرآن الكريم يوم القيامة، وهؤلاء ولا شك أن القرآن شفاعته مقبولة عند الله تعالى، حتى شفاعته الله تعالى يقبل شفاعة هذا القرآن ويسمع لشفاعته أكثر من سماعه لأي شخص آخر. لذلك ورد في الحديث: إن في القرآن 30 آية، إن في القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل فغفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. يعني سورة الملك، هذه السورة ورد في الحديث أنها شفعت لصاحبها، فالله تعالى غفر لذلك الشخص الذي كان يواظب على تلاوة سورة الملك. فالذي يواظب على تلاوة القرآن الكريم بأكمله، يردده ليل نهار في صلواته وفي أوقات دعائه وذكره في صباحا ومساء، يقرأ القرآن بصورة مستمرة. فتفكروا يا سادتي الكرام، الله تعالى كم سيغفر لهذا الشخص. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، في ذلك الوقت الذي لا يشفع لك أحد ولا يقبل شفاعة أحد لأي شخص آخر، إلا القرآن الكريم يشفع، والنبي الكريم يشفع، والشهداء يشفعون، والعلماء يشفعون، وحفاظ كتاب الله تعالى يشفعون. فهؤلاء نخبة من المؤمنين، هؤلاء سيشفعون وشفاعتهم تكون مقبولة عند الله تعالى. ولكن أكبر شهادة وأعظم شهادة، عفوا، شفاعة، هي شفاعة القرآن الكريم يوم القيامة. لذلك يجب أن نكثر من تلاوة القرآن الكريم، وأن نهتم بتدبر في آياته وأحكامه. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القرآن فيتبعون أحسنه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.